صباح الخير على جيش كوين فري. هندخل النهارده بقى نصبح على موقع تواركا يا ابو الصحاب ونكسب لنا منه 130 دولار. ولكن قبل اي حاجه يا ابو الصحاب، ده موقع توقعات، احنا مش بنشتغل فيه بشكل مجاني، احنا بنشتغل فيه بشكل مدفوع، فلازم اي حاجه تعملها تكون مستعد لها وتكون على مسؤوليتك الشخصيه. بقى لنا اكتر من 10 شهور في موقع بنتوقعه ازاي، هتشوف دلوقتي. بنختار ارقام، والارقام ديت بنختارها من جروب تليجرام، يعني هم مثلا عندهم محللين، هندخل نشوف كل حاجه مع بعض. لو عجبكم المحتوى ما تنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك. وكالعاده طبعا الفيديوهات اللي بتكون من مواقع تواركا بيكون فيها هديه 100 دولار، بنختار 10 اعضاء، ولكن طريقه التوزيع النهارده هتكون مباشر على موقعك، فالحساب اللي هيختاره النهارده او هنختار عن طريق الجيميل بتاع حضرتك. يلا بقى نشرح لك يا ابو الصحاب. عشان تسجل في الموقع طبعا هيفتح معاك بالطريقه شديد، طريقة التسجيل سلسة جدا، بتكتب الجيميل والباسورد وتقول له تسجيل حساب. وكمان انت اصلا لو عندك الجيميل مفتوح في الموقع او في تليفونك، بمجرد ما بتدوس عليه بتختار الجيميل بقى اللي هو مفتوح عندك، هتلاقي نفسك على طول مباشر في الموقع. طريقة العمل بتكون ازاي؟ هي ما فيهاش اصلا طريقة، لان هي زي ما قلت لك كده احنا بنتوقع ارقام. هنا اللي بتكون مثلا عامل دلوقتي 43,635 دولار، فاحنا دلوقتي حضرتك هتيجي تشوف هنا القيمة ماشية بالتزاوي. يعني ايه بالتزاوي؟ يعني مثلا اللي بيتكون بيعلى هو بيعلى، بيهبط هو بيهبط، ملناش علاقة خالص بالكلام ده، احنا بناخد اخر رقمين وبنتوقع عليهم. بنجيب بقى التوقعات دي منين يا ابو الصحاب؟ هقول لك دلوقتي، عفوا يا ابو الصحاب. فانت بتيجي من هنا مثلا، ده كود الاحالة بتاعك، برضو بتاخد احالة، وفي ناس كتير جدا اتحذرت من الطريقة ديت عشان الكود ده. في ناس بتسجل من حساب لحساب عشان ياخد البونص اللي هو 7 دولار من كل حساب، وفي الاخر بيتحسب الحسابين، فبتعملش اكتر من حساب من تليفونك يا ابو الصحاب. طبعا السحب والايداع بيكون 5 دولار، يعني هتدخل فلوس الموقع بتكون 5 دولار، هتخرج فلوس برضه من الموقع بيكون 5 دولار. دلوقتي هندخل 100 دولار وهنكسب مثلا 145 فوقيهم، يبقى 245، وهنسحب كل ده مع بعضه، ال 100 دولار اللي دخلناهم والربح. طبعا في شبكتين هنا، شبكه ترون وشبكه البي ان بي، ولكن العمله الدولار، هما الاثنين على الشبكتين. تشوف الشبكة المناسبة بالنسبة لحضرتك وتقدر تبعت عليها. اهم حاجة تتأكد انك انت بتبعت بسرعة عشان بيكون في وقت، بتكون في ساعة وقت، لو بعت، لو مثلا نسخت العنوان وجيت بعد ساعة ممكن الفلوس تضيع عليك يا ابو صحاب، خليك سريع في الارسال. تمام، دخلنا الفلوس. دلوقتي هنيجي بقى على صفحة التوقعات. انا دلوقتي هقف على صفحة التوقعات وهاجي هنا في الاسفل، اختار انبست، وهروح مباشرة على جروب تليجرام اللي بسيبهولك دايما في الوصف وبسيبهولك في كل مكان. ده جروب خاص بيهم هم، بتاعهم هم، بيتوقعوا، بيكون فيه محللين. طيب هتقولي هعرف المواعيد ازاي؟ هنا في بلدان مثلا، ولكن مش كل البلدان، تقدر انت تنسق على البلد اللي جنب حضرتك او البلد اللي جنبك من قارتك وتدخل في نفس الميعاد بتاعها. طيب بيتوقعوا ازاي؟ اعمل لايك او اصحاب عشان تلحق دلوقتي نسيت. انا بستنى مثلا في الميعاد بتاعهم، مثلا انا من مصر فاخترت ميعاد مصر. هنا قال لي اختار M1 اللي هي موجوده في الشمال، واختار اعداد فرديه او اعداد زوجيه. انت بقى تشوف هو مختار ايه وبتروح تعمل زيه. انا مثلا هدخل دلوقتي ب 50 دولار، هو قال لي اختار اعداد زوجيه عشان نتاكد تاني. هنروح نشوف، انا مثلا هنا التليجرام مخليه بالعربي، هو هينزلك بالانجليزي، فانت هتبقى اسهل بالنسبه لحضرتك. هتدوس هنا زي هما بيقولك بقى ايفن او اور او مثلا زوجي او فردي، بتختار. بنعمل ايه بعد كده ابو الصحاب؟ احنا بقى بنستنى الوقت، بيكون دقيقه لان هو مختار في M1، وبننزل في الاسفل بنشوف الربح بيكون قد ايه. 95% من القيمه بتاعتك، يعني مثلا دخلت دولار بيرجع لك الدولار بتاعك و95 سنت فوق الدولار. طيب زي ما حضرتك شفنا، وهنشوف الناس بتهيص وتعمل وهكذا، هنستنى التوقع الثاني وبعد كده نروح نعمله. ولكن هنا في نقطة مهمة بقى، هما بينزلوا 4 توقعات، في 3 منهم ناجحين، واحد فيهم فاشل، فلازم تبقى عارف انت بقى. ما اقدرش اقول لك الاول والثاني والخامس والرابع، عشان كده قلت لك اي حاجة تعملها لازم تكون على مسؤوليتك يا ابو الصحاب. التوقع مثلا انا بدخل ب 50 دولار فبيرجع لي ال 50 بتاعتي، وباخد 47 دولار و40 سنت، وهكذا. زي ما قلت لحضرتك الموقع احنا شغالين عليه من 10 شهور، ومش موقع مجاني، احنا بندخل فيه فلوس، فلازم تبقى دقيق جدا في الحاجات اللي زي كده. لو موقع مجاني هتلاقيني طبعا قلت لك سجل واشتغل واعمل كل اللي هتعمله، لان زي ما قلت لحضرتك كل حاجه بتكون على مسؤوليتك. زي ما قلنا الربح 95%، دخلت دولار بيرجع لك الدولار بتاعك وبتاخد 95%، دخلت 50 دولار بتاخد ال 50 دولار بتاعتك وبيرجع لك 47 دولار في المية. طيب حضرتك دلوقتي عشان تسحب هتسحب ازاي؟
اول مره هتحتاج انك انت تجيب العنوان اللي هتسحب عليه وبتحفظه في الموقع، بعد كده بيبقى محفوظ مدى الحياه، مش هتحتاج تجيبه مره كمان. عند دلوقتي 243 في بياخدوا رسوم، هما هنشوف هيوصلوا قد ايه. كنت همسكها دلوقتي، عندنا حضرتك هنا العنوان بتاعنا وهكتب زي ما قلنا بياخدوا رسوم، فانا هكتب 243 هشوف هيوصل قد ايه. هيوصلني 235.71 سنت. مبروك عليك يا ابو الصحاب، اسحب اسحب، والسحب بيوصل في قد ايه. هنا بقى نقطه السحب لازم تبقى عارفها كويس جدا، لو سحبت من فتره الصباح هيوصلك في نفس اليوم، لو سحبت بعد المغرب في اي بلد هيوصلك تاني يوم الصبح، لان السحب بيكون تاكيد ادمن، مش سحب بيوصلك مباشر، لا ده السحب بيوصل على سحب الموقع، والموقع هو اللي بياكد من نفسه، بيعمل تاكيد يدوي. وبس يا صحاب، السحب وصل 235 دولار اللي هم هنوزع منهم 100 دولار هديه و71 سنت. زي ما قلت لك يا صحاب، ده موقع توقعات وفي ربح كتير جدا وبقى له فتره كتير جدا، فلازم تكون دقيق جدا وانت بتشتغل. عجبك المحتوى تعمل لايك، ونشوفك في جديد على كوين فري.